تبقى واخده علينا اللي بنشوفه بنقوله، يعني ضرب الجزاء صحيحه ماليش علاقه بقى قبل كده كان كابتن محمد معروف بيحسب ضربات جزاء ولا ما بيحسبش ضربات جزاء لفرق اخرى، لكن انا في النهايه بتكلم على النهارده. اولا احساسي الشخصي من خلال رؤيتي لل 90 دقيقه او 96 دقيقه اللي احتسبهم كابتن محمد معروف ان مفيش حاجه مؤثره، حتى ضربه الجزاء اللي على الاهلي قدامنا اهي، يعني انا شايف انها ضربه جزاء فيها شد، استمر الشد شويه وبعدين فيها عرقله من القدم كمان، يعني فيها مخالفتين، فيها رعونه من حمودي. الغريب في الموضوع ان اخر مره الاهلي خسر بربعيه كانت برضه قدام الاتحاد السكندري موسم 2014 2015، النهارده بيتكرر الموضوع مع الاتحاد السكندري. فوجهه نظر حضرتك قبل ما نخش في التفاصيل كابتن. هو بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلت كابتن سعيد كده، كل الظروف النهارده كانت يمكن مش موجوده مع النادي الاهلي. عايز اقول مبروك لنادي الاتحاد، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين على الثلاث نقاط. لكن الاتحاد ما كانش افضل من الاهلي، يعني فنيا لو هنشوف كده 90 دقيقه هنلاقي يعني النهارده يمكن التوفيق كان في حظ او في صالح الاتحاد بشكل كبير جدا. لكن زي ما انت قلت، ذكرت في كلامك يا كابتن سيد ان الارهاق والاصابات ويعني عدم ثبات التشكيل، التغييرات اللي حصلت النهارده من بدايه المباراه، يمكن بدا جهاز فني يصلح من الاخطاء اللي بدات في التشكيل من الاول. يعني معظم الموجودين على الدكه كابتن سيد انا كنت شايف النهارده يحق لهم من بدايه المباراه، وان احنا نريح بعض العناصر اللي كانت واضح عليها الاجهاد، ويمكن على راسهم يمكن وليد، وبنحيي وليد طبعا على ادائه، مجهود وافر بصراحه، حتى الظروف لما بتيجي عكسيه اصابه احمد فتحي لكن خلال التشكيله اللي بدا بيها النادي الاهلي، انا شايف ان كانت اثرت برضك، يمكن من ضمن الحاجات اللي اثرت على اداء النادي الاهلي خلال ال 90 دقيقه. الاخطاء الدفاعيه الواضحه من خلال اربع اهداف اللي دخلوا مرمى النادي الاهلي، منها تغطيه الجناب اذا كانت الحاجات العكسيه من ناحيه احمد فتحي او من حاجات صبري صبري الرحيل، واضح قوي ان التغطيه والميلان محتاجه اعاده النظر مره ثانيه، ومحتاجه الشغل عليها بشكل جيد. حته التهور في ضربه الجزاء من حمودي باين قوي ان حمودي رايح متهور، لو بدا يشد وبعدين العرقله مع الشد حسب الحكم ضربه جزاء. يعني تقدر تقول ان النادي الاهلي النهارده خسر مش بجمل تكتيكيه، يمكن اخطاء دفاعيه مع ضربه الجزاء اثرت بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. مظبوط، يعني انت عندك الاجهاد دايما.